السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اهلا بكم يا جماعه فرنسا، هذا لكم بفيديو ستوري. اليوم الفيديو بتاعنا يا جماعه الخير فيديو يوم كامل من حياتي في بريطانيا. النهارده يوم الجمعه طبعا، وعندنا الجمعه مباركه طبعا على الجميع. عندنا يا جماعه الخير اول حصتين في الجدول بتاع المدرسه، هما حصتين تكنولوجي، وعندنا الحصه الثالثه بي اي، والحصه الرابعه ماث، والحصه الخامسه هيستوري. الهيستوري طبعا ماده جامده. نحن النهارده هنتفرج على فيلم يعني خرافه، فبس يا جماعة الخير جهزت كل حاجة كده يا جماعة الخير، كشخنا وظبطت دلوقتي المختار. هنروح المدرسة ونحاول نصور في المدرسة، ان صعب ان احنا نصور في المدرسة شوية، لكن هحاول. Let's go. خير المدرسة عاملة حركة حلوة قوي، هوريها لكم. شوف يا جماعة الخير، دي بصمة ايد، بصوا اشتغلت معايا. هو ده الفصل في كل مدرسة، في هنا سماعات، وفي هنا كده بورد، وفي عندك ورا كده شوية، في هنا داتا شو، وعندك هنا طبعا الكمبيوتر بتاع المدرس او المدرسة. هنا بشوية بقى حاجات بقى احترازية. دي طبعا غرفة ماث، كل غرفة طبعا بتختلف عن غرفة تانية. دي طبعا شنطتي اللي هناك، دي كده يا جماعة الخير غرفة من الغرف. دلوقتي يا جدعان احنا خلصنا اول حصتين اللي هما كانوا تكنولوجي، وعملنا ديزاينات حلوه قوي هتطلع لكم هنا على الشاشه او هنا. عندنا حصه ان شاء الله الجايه هتكون حصه بي اي، وهوريكم اللبس بتاع البي اي وكده يعني. هنروح يا جماعه الخير دلوقتي البي اي، ليتس جو. شوفوا يا جماعه الخير كده اللبس لبسناه، اوكي ايش رايكم؟ بس خلصنا دلوقتي يا جماعه الخير حصه الالعاب. شوفوا ايدي حمراء مره من كتر احنا النهارده كنا بنلعب برا، سو الدنيا كانت مره تلج، درجه الحراره كانت عم اظن سالب 3. كنا بنلعب فولي بول، فلازم تمسك الكره ما حد يرميها لك وكده، فانجلدنا شويه يعني. دلوقتي يا جدعان احنا خلصنا اليوم الدراسي وطالعين من المدرسه. اتوضى بردك واصلي لان بيكون ساعتها الظهر مدا من شويه. ويا رجال اليوم متعب شويه، لكن الحمد لله عشان احنا تعبنا النهارده، فنكافئ كده نفسنا ان احنا بقى نروح اللي تكبأ ونظبط. يا رجال عشان نفسي اروح قوي، عشان بقالي اسبوع كامل ما روحتش، فعاوزين نروح ونروق على نفسنا ونظبط الكلام. دلوقتي يا جدعان انا وصلت الاعتكاف. كنت حابب بس اكلمكم على المسجد اللي انا فيه. هو المسجد ده في الاول بقاله 40 سنه انشاؤه، يعني ده حاجه حديثه هنا في بريطانيا انك تلاقي حاجه بقالها 40 سنه بس. وده اصلا في البدايه ما كانش مسجد، يعني فضل 35 سنه مش مسجد، كان مكان بيعملوا فيه احتفالات العيد، اي احتفاليه كانوا بيعملوها في المكان ده. وبعدها لما خلصوا بقى الاحتفالات وكده المكان ده فتح مسجد من 5 سنين بس. وده طبعا زي ما انتوا شايفينه كده، حاجه كده جميله جدا. دي بس غرفه من ضمن غرف المسجد. اللي هيتكفي يا جدعان معناه ايه؟ ان انا بقعد في المسجد اخر 10 ايام في رمضان، لكن انا طبعا ما بقدرش اقعد، فبقعد بس في الويكند. المكان اللي احنا معتكفين فيه غرفه كويسه جدا مش وحشه. فالمسجد هو مكون من 4 ادوار، واحنا قاعدين في الدور الرابع، ف يعني هو كويس مش وحش قوي يعني. طبعا يا جدعان انا حكيت لكم على المسجد شويه اللي انا اعتكفت فيه وكده، فانا مش هقدر اصور يعني احيانا الصلاه والكلام ده كله انه هيكون صعب هنا يا جدعان في المسجد. فانا بس صورت لكم يعني المسجد مبني من امتى ومعمول امتى، ويعني تفاصيل عن المسجد وكده. فبس هو ده اللي انا هقدر انزله يعني، ان هي التفاصيل دي. ده جمعت الخير كان مقطعنا بشكل كامل. لو عجبك المقطع تضغط لايك وتشترك في القناه وتفعل الجرس. كان معكم محمد من قناه فيزيكال جيمر فلوجز. نشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. ما تنساش تدوس لايك وتكتب كومنت يشجعني. نشوفكم الفيديو الجاي. سلام.